هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الإريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم عبر إذاعتكم إذاعة الوفاق. اليوم السبت 19 من شهر يناير لعام 2019 نفتتح برامجنا بشهادات مؤلمة سجلها القاضي عبد الله خيار ونشرها في صفحته الخاصة بالفيسبوك، ونحن في الإذاعة نسجلها وننشرها كما هي لتصل الحقيقة إلى كافة شعبنا الإريتري في الداخل والخارج. ولأن الأشخاص الذين ذكرت أسماءهم في الشهادة ما زالوا في إريتريا، سنشير إلى أسمائهم بالحروف وذلك حتى لا يحصل لهم مكروه من قبل العصابة في إريتريا. فإلى الحلقة الأولى من الشهادات. شهادات مؤلمة. بعد تحرير إريتريا وبالتحديد في الأسبوع الأول من سبتمبر 1991، تم تعييني مع قضاة آخرين قاضياً بمحكمة إقليم الجاش سيتيت، وتم الإعلان عبر القنوات الرسمية بأن المحاكم الإريترية سوف تبدأ النظر والفصل في القضايا المدنية والجنائية اعتباراً من منتصف سبتمبر 1991. بعد أداء مراسيم القسم تحت إشراف المدعي العام المناضل ألف قاف، اتجهنا إلى مدينة بارينتو عاصمة إقليم الجاش سيتيت، تلك المدينة التي أعرفها جيداً لأنني كنت قد مكثت فيها شهرين بعد التحرير مباشرة قادماً إليها من الساحل، لذا كنت أعرف جيداً طرقاتها الضيقة وأزقتها، وأعرف تلك الوجوه السمراء التي تمنحك الابتسامة أينما حللت. نزلنا في إحدى فنادق المدينة العتيقة، وفي اليوم التالي ذهبنا لمقابلة حاكم الإقليم آنذاك المناضل جيم نون، الذي رحب بنا وأعرب عن سعادته بافتتاح أول محكمة في إقليمه، ثم قام بعد ذلك باصطحابنا إلى المقر الذي تم تحديده من قبل إدارة المدينة ليكون موقعاً للمحكمة، وهو الموقع الحالي للبنك العقاري، وأخبرنا أن بناية مكتب البريد الحالي سوف يخصص لسكننا. بعد فترة وجيزة من بداية عملنا، تفاجأنا نحن القضاة في محكمة إقليم الجاش سيتيت بكثرة القضايا المدنية التي قدمت من المواطنين ضد تنظيم الجبهة الشعبية. كانت تلك القضايا موجهة ضد المناضلين جيم نون وألف باعتبارهما مسؤولي الإدارة في منطقة الجاش قبل التحرير، وكانت المطالبات واضحة جداً في تلك القضايا. كان هؤلاء المواطنين يطالبون باسترداد قيمة مواشيهم التي تمت مصادرتها من قبل تنظيم الجبهة الشعبية أثناء مرحلة الكفاح المسلح تحت دواعي النضال وأسباب أخرى مختلفة. في البداية كانت الملفات التي تم تصريحها من المحكمة للنظر فيها لا تتجاوز الثلاثة ملفات، لكن سرعان ما وصل العدد إلى 32 ملفا. هنا حدث نقاش طويل بيننا نحن قضاة المحكمة الثلاث، هاسين وقافتا وشخصي. بعد نقاشات طويلة استمرت ليومين، قدم قاف اقتراحا بأن لا نتخذ قرارات سريعة في هذه الدعاوى قبل الرجوع لرئيس القضاء السيد طابا، لأن هذه القضايا تختلف طبيعتها عن الدعاوى الأخرى التي كنا ننظر فيها،
وأنها تزداد يوما بعد آخر، واقترح أن نذهب أنا وهو إلى أسمرة لمناقشة موضوع هذه الملفات مع رئيس القضاء. اتفقنا على ذلك المقترح الذي قدمه قاف، وبالفعل ذهبنا أنا وقاف إلى أسمرة حاملين معنا تلك الملفات. قابلنا رئيس القضاء وعرضنا عليه تلك الملفات، فكان رأيه واضحا، قال لنا إننا قمنا بفتح هذه المحاكم لتحقيق العدالة، وبالتالي ليس لنا حق رفض أي دعوة قضائية ترفع إلينا حتى ولو كانت تلك الدعاوى ضد الحكومة أو أي جهة أخرى. لكن حتى تكتمل دائرة النقاش حول هذا الموضوع يجب أن أحدد موعدا مع وزير العدل رمضان محمد نور قبل عودتكما، وسوف أبلغكم لاحقا بموعد المقابلة مع الوزير. ضغط على الجرس واستدعى سكرتيرته ميم وأبلغها أن تتولى أمر مصاريف إقامتنا في أسمرة بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية لحين مقابلة الوزير. بعد يومين من مقابلة رئيس القضاء تم استدعاؤنا والتقينا في مكتب وزير العدل رمضان. بعد تبادل التحايا طلب مني رئيس القضاء طه أن أشرح لسعادة الوزير أمر تلك الملفات بالتفصيل. استمع إلي بهدوء غير عادي، وبعد أن فرغت من الشرح سألني الوزير عن عدد تلك القضايا، فأجبته أن الملفات التي نحملها معنا الآن عددها 32 ملفا. توجه بنظره إلى رئيس القضاء وسأله عن رأيه في أمر هذه الملفات. كرر له طه ما قاله لنا سابقا. صمت الوزير طويلا، وفجأة طرح السؤال التالي: هل تعلمون ما معنى أن نقبل فتح مثل هذه الملفات؟ هذا يعني أننا إذا سمحنا للمواطنين بتقديم مثل هذه القضايا التي حدثت أثناء فترة الكفاح المسلح للمحاكم، فإننا بذلك سوف نفتح بابا لإثارة الكثير من القضايا، بما في ذلك قضايا القتل التي حدثت في تلك الفترة. لم يكترث رئيس القضاء لسؤال الوزير، لأنه ينظر إلى أمر تلك الملفات نظرة قانونية، بينما الوزير ينظر إلى تلك الملفات من زاوية سياسية بحتة. أخيراً رئيس القضاء أصر على رأيه في هذا الموضوع وقال للوزير بكل شجاعة: تنظيم الجبهة الشعبية ليس فوق القانون، ونحن لا يمكن أن نمنع أي مواطن من التقدم بشكواه إلى محاكمنا تحت أي مبرر. يجب أن نفتح ملفاً لكل قضية بعد أن يقوم صاحب الدعوى بدفع الرسوم القضائية. وأردف قائلاً: إن حسم مثل هذه القضايا من صميم عملنا. أما موضوع إصدار الأحكام في مثل هذه القضايا فهو أمر آخر تماماً، حيث إنه يمر بمجموعة من الإجراءات القانونية، وكل قضية من هذه القضايا سوف تنظر لوحدها، وعلى الأشخاص أصحاب هذه الدعاوى تقديم ما يثبت أن تنظيم الجبهة الشعبية صادر ممتلكاتهم، وعلى القضاء بعد ذلك أن يصدروا الأحكام التي يرونها مناسبة، وللطرفين حق استئناف تلك الأحكام. أما أن نمنع المواطن من تقديم شكواه إلى المحاكم هو أمر غير قانوني وأنا لا أقبل به. وأوضح أن المحاكم وحدها هي الجهة المخولة بحسم مثل هذه النزاعات بنزاهة وشفافية. انتهى الاجتماع. خرجنا من ذلك الاجتماع وودعنا رئيس القضاء وأوصانا بأن نبذل المزيد من الجهد
حتى نصبح خير ممثلين للعدالة في تلك المنطقة. وأوصانا أيضا أن نتعاون مع أقسام الشرطة المنتشرة هناك نسبة لضعف تجربتهم وقلة خبراتهم القانونية. وأكد لنا أنه سوف يقوم بجولة للوقوف على وضع المحاكم وأنه سوف يزورنا قريبا. حقا كنت سعيدا في ذلك اليوم، لأن رحلتنا إلى أسمرة كانت موفقة، وفرحت لأن لدينا مسؤولين يتحلون بهذه الروح الطيبة وبهذه الشجاعة والنزاهة. عدت إلى الفندق لاحقا وعلامات السعادة ظاهرة في ملامحي. نمت جيدا واستيقظت باكرا والتقيت بزميلي قاف في عداق حموس، وعدنا إلى بارنتو ونحن أكثر ثقة فيما كنا نؤمن به من تحقيق العدالة في هذا البلد الوليد. وبدأنا النظر في أمر تلك الدعاوى حسب توجيهات رئيس القضاء، إلى أن وصلنا ذات يوم أمرا مكتوبا بأن نتوقف عن النظر في تلك الدعاوى وغلق جميع الملفات التي بحوزتنا. كان قرارا صادما لنا ولأصحاب تلك الملفات. حسب ما قمت برصده، كان ذلك أول تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية. أريد بذلك القرار أن يكون خنجرا في خصر العدالة، ورمحا في قلب القانون، وسهما في رئة المحاكم. يومها تأكد لنا أن استقلالية القضاء ستكون على المحك، وشعرنا جميعا بالعجز والخيبة والإحباط. كل ما استطعنا فعله أننا قمنا بتجميد تلك الملفات ولم نغلقها. عسى يوما ما يستطيع أصحابها تحريكها دون أن تقع تلك الملفات في دائرة التقادم. وهناك فرق كبير بين إغلاق وتجميد ملف القضية لأسباب خاصة من الناحية القانونية. عبد الله خيار. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مجددا. استمعنا وإياكم إلى الحلقة الأولى من شهادات مؤلمة والتي سجلها القاضي عبد الله خيار. وحتى نأتيكم بالحلقة الثانية يوم السبت القادم، نترككم الآن مع الشاعر محمد نور الشمسي وقصيدة بعنوان بلغ الأحرار عني يا حمامة. متابعة طيبة نتمناها لكم. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. بلغ الأحرار عني يا حمامة، قد رفضت العيش مهدور الكرامة. أملا لن أرتضي الصمت بديلا، وكذا لا أقبل الجبن مقاما. بلغ الأحرار عني يا حماما. يا رفاقي إن عهد الخوف ولا، يا أفرقي إننا لا نرد ذلا. مستبد وغرور قد تجلى، لن يكون حصاده غير الندامة. بلغ الأحرار عني يا حماما. سأظل أناضل من أجل حق، وأقارع الطغاة لأجل عتق، وسأحمي قضيتي بكل صدق. لن أواري هامتي مثل النعامة. بلغ الأحرار عني يا حماما. يا أفرقي لا يغرك صبر قومي، أفطروا على قهرك من بعد صومي. يا ظلاما أفسد جمال اليوم، إننا نستقبل الموتى قياما. بلغ الأحرار عني يا حماما. سأقاوم كي تكوني أنت حرة، وأموت في سبيلك ألف مرة، وفي ترابك لن أفرط قدر ذرة.
وتحمل كل أهوال القيامة، بلغ الأحرار عني يا حمامة. إنه يوم المنى يوما غدوتي، ومن طاغية الزمان قد خلوتي، ولأجل ذلك قد بح صوتي، ولأجل ذلك يا طيب موتي، لو أفارق دنيتي ثمن الكرامة، بلغ الأحرار عني يا حمامة. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، أهلا ومرحبا بكم. وصلنا إلى نهاية فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 19 من شهر يناير لعام 2019، والآن مع حوار الوفاق ومع البروفيسور جلال الدين محمد صالح بعنوان آفاق التغيير في ظل التحولات السياسية في منطقة القرن الأفريقي، الحلقة الثانية، حوار الزميل الحسن إبراهيم. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. بروفيسور جلال الدين، التواصل المباشر مع الداخل شبه معدوم تقريبا، والنظام يفرض رقابة شديدة على أي تحرك داخل البلد. هناك من يقول أن النظام وأعوانه نجحوا في ضرب المعارضة إعلاميا بتصويرها على أنها معارضة ناعمة تريد تغيير النظام من مواقع إقامتها في الشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من البلدان، وبعيدة عن معاناة ومشاكل الشعب في الداخل وما إلى ذلك من التهم. ولعلكم تلحظون ذلك عندما تقابلون بعض المسؤولين السابقين الفارين من النظام، أو حتى يعني بعض الجنود العاديين أو الضباط، وحتى المواطن العادي القادم من داخل أريتريا. هناك حالة توجس من المعارضة، ربما رسخها النظام في أذهان الناس هناك. يعني كيف يمكن للمعارضة في الخارج، دعنا نقول من تحسين صورتها لدى المواطن الأريتري في الداخل، وكيف يمكن التنسيق مع الداخل اللي يتكامل العمل المعارض في الخارج مع الحراك الثوري في داخل إريتريا. فيما يتعلق بتحسين صورة المعارضة وتشويه النظام للمعارضة، من الطبيعي أن يقدم النظام صورة سيئة عن المعارضة وأن يقوم بتشويه المعارضة، فهو أصلا لا يعترف بالمعارضة ويصنف كل من يعترض عليه في خانة العدو. هذه هي طبيعة الأنظمة القمعية، ومع ذلك فإن الحملة التشويهية للمعارضة يبنيها النظام على نقاط الضعف الأساسية التي تعاني منها، ويدرك النظام أن أهم نقطة ضعف في المعارضة هي عجزها عن إقناع الشعب بجدواها، ومن ثم يعمل في تعميق مشاعر اليأس والإحباط لدى الشعب، بحيث يصل به إلى أن لا خيار له غير القبول بالواقع القائم، وأن المراهنة على هذه الشلليات كما يسميها مراهنة خاسرة. ولهذا أول خطوة في مواجهة النظام ليست هي في البحث عن حليف قوي يحمل المعارضة على عاتقه، وإنما هي في كسب ثقة الشعب، وهو أكبر تحد يواجه المعارضة اليوم. فالصورة الذهنية لقطاع كبير وعريض من الشعب عن المعارضة الإريترية إنها معارضة بالية في قياداتها، عاجزة في تطوير ذاتها، متشققة ومتنافرة في صفوفها، تقودها قيادات تاريخية غير مؤهلة، تاريخها النضالي مليء بالإخفاقات، تعارض من أجل أن تحقق بعض المكاسب الشخصية، وليست جادة في معارضتها للنظام. هذه الصورة الذهنية ما زال النظام يعمل في تعميقها،
ولا يمكن تجاوزها إلا بتعبئة جديدة تتوجه إلى الجيل الجديد بخطاب سياسي جديد من داخل الجيل الجديد نفسه، يفرز قيادة جديدة تتكامل مع القيادة السابقة التاريخية ولا تتنافى معها، على أن تفسح لها القيادة التاريخية المجال لتتصدر العمل المعارض تنظيرا وممارسة. فلكل مرحلة رجالها وتحدياتها وخطابها السياسي المناسب. هذا ما تحتاج إليه المعارضة في تحسين صورتها وكسب ثقة الشعب وانحياز الشعب إليها. أستاذ دكتور جلال الدين محمد صالح، تتردد أنباء حاليا عن تحركات غامضة داخل الجيش لا تعرف طبيعتها حتى الآن، وآخرها ما حصل لوزير الدفاع السابق وزير المعادن الحالي الجنرال سبحة إفريم من إطلاق الرصاص عليه. يعني ماذا لو تمكن الجيش من السيطرة على الحكم في إريتريا؟ يعني ألا يعني ذلك مزيد من التضييق والبطش؟ يعني معلوم عن جنرالات الجيش والأمن في إريتريا، يعني سلطاتهم حاليا تفوق في بعض الأحيان سلطات حكام الأقاليم. ألا يخشى أن تقع البلد في قبضة الجيش لعقود أخرى، وبالتالي يعني نكون في وضع كما يقول المثل السوداني، يعني قد ذهب حاج حمد وجاء حمد، أو العكس؟ ما رأيكم فيما يتعلق بتمكن الجيش من السلطة؟ كما قلت من قبل إجابة على السؤال الأول، الأوضاع في كلا البلدين إثيوبيا وإريتريا تتجه إلى التأزم أكثر منها نحو الانفراج. والوضع في إريتريا كما تشير الأحداث إلى أنه ذاهب ربما إلى الانفجار، فالجيش محتقن، والصراعات الداخلية بين قياداته المتنفذة تزداد تفاقما، ومحاولة اغتيال الجنرال سبحة إفريم تؤكد ذلك. بل ربما أكبر من هذا أنه بات جيشا مخترقا من التجراي، الطرف المعادي لأفورقي والعامل لإسقاطه. وليس ببعيد أن تكون محاولة الاغتيال هذه من العناصر التجراوية المزروعة في داخل الجيش أو المتحالفة مع التجراي. وفيما يظهر لي أن الجيش الإريتري سيشهد انقساما حادا، وسيضع الوطن كله على حافة الخطر، لأنه جيش يفتقر إلى البنية العلمية ذات القواعد العسكرية المؤسساتية، وهو نفسه تتحكم عليه الأجهزة الاستخباراتية. ولأن الدولة الإريترية لم تتأسس بعد، فإنها القوى الوحيدة التي سيؤول إليها أمر الوطن بالطبيعي هو هذا الجيش المتصارع المحتقن والمحترق. هذا الجيش سيعود بالبلاد إلى أمر لا يحمد عقباه. ولهذا لو كانت المعارضة مؤسسة تأسيسا جيدا لكانت هي البديل، ولكن كما قلت من قبل المعارضة لم تهيئ نفسها لمثل هذه المآلات. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. وافتح أنا بوحكم
وعبايت اللي هو تتأزم وعبايت اللي هو تتأزم أنا لا تيأزم وعفو يلكم أنا لا تيأزم وعفو يلكم باسر وتساقم ني الشعب قد تدمم باسر وتساقم يا الشعب قد تدمم طيور قبوة حوال الأزم كبير ذي بحمم طيور قبوة حوال الأزم كبير ذي بحمم الحرب دي الحرب كفينا كفينا ينقب بتجارب كفينا كفينا ينقب بتجارب زلم دي زلم كفينا كفينا ينقب برد بحلم صبور لك بالكراسي والدلاق الكرسي حلم صبور لك بالكراسي والدلاق الكرسي حلم سميت وانكري قبيلنا لزلم قريت لي أنا تألم لكم جميعا أيها الشعب الإريتري الصابر الصامد، والتحية لكل من قام بالعمل لإنجاح هذه الإذاعة، إذاعة صوت الوفاق الإريترية. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.